طيب احنا المشاريع القومية اللي بتنفذ في مختلف المحافظات مشاريع مهمة جدا وجديدة وفي كافة المجالات، وعلاقتنا كمان بالدول أصبحت قوية، يمكن مع تطوير البنية التحتية وتطوير الطرق والكباري احنا كنا دايما بنقول انه زي ما هتفيد المواطن المصري هي كمان هتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعني أي دولة مش هتيجي تستثمر في بلد ما فيهاش كباري ولا طرق ولا بنية تحتية محترمة. وبالتالي هذه الجهود اللي تمت علشان خاطر إن احنا نقدر نعمل مشاريع قومية تفيدنا وتفيد البلد. في هذا الإطار من ضمن المشاريع القومية اللي هتكلم عنها النهاردة هو مصنع ممكن نقول الأكبر من نوعه في المنطقة، مصنع بتروكيماويات. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع ببريندن بيكتل الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وعدد من الوزراء. طبعا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بإنه الرئيس رحب بمسؤولي الشركة وأكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في كل المجالات، وأن هناك حرص كمان على تعزيز تلك العلاقة بين البلدين، وده أكيد هيساعد في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. معنا دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد ومحلل أسواق الطاقة. برحب بحضرتك دكتور وفاء، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا يا فندم. مشروع قومي لإنشاء مصنع أو مجمع للبتروكيماويات، وده بيعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة، أهمية هذه الخطوة إيه؟ الحقيقه يا فندم في هذا المنوال مصر بتنهض من جديد لمواكبه احلام الاجيال القادمه وبتزرع تحصد الاجيال دي في الزمن القادم. بالنسبه للبتروكيماويات تحديدا القياده السياسيه وجهت لتعظيم الاستفاده من الغاز الطبيعي. طبعا حضرتك تعلمي منذ تحولت مصر من دوله مستهلكه الى دوله مصدره للغاز، الاكتفاء الذاتي أو التصدير ليس هو الهدف الأسمى، وإنما الهدف الأسمى هو الوصول إلى الصناعات التحويلية اللي بتمثل قيمة مضافة، ألا وهي صناعة العصر، صناعة البتروكيماويات. صناعة البتروكيماويات هي صناعة بيقوم عليها كثير من الصناعات التكميلية، سواء صناعات وسيطة أو نهائية أو تكون مدخلات لصناعات أخرى، ولذلك هي بتمثل الاستغلال الأمثل الحقيقي لاحتياطيات مصر من الغاز الطبيعي. وعلشان كده احنا بنقول مجمع صناعي، هو مجمع بمعنى انه يحتوي على عدة صناعات تكميلية سواء وسيطة او نهائية. والحقيقة هذه الصناعات بتتميز بالتنوع الكبير في الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة 2035 بالنسبة لهذه الصناعة المتطورة، بتساعد فيها أن يكون منتجها الحقيقة في تنوع كبير، بيكون قادر على إحلال منتجات محل المنتجات الطبيعية. ووضعت وزارة البترول والدولة خطة استراتيجية لتطوير هذه الصناعة تحديدا وجعلها ملائمة للتطورات والمتغيرات العالمية. أولا يا أستاذة، هذه الصناعة فعلا هي بتساوي قيمة مضافة حقيقية. عارفة حضرتك أن الدولة وضعت استراتيجية مهمة جدا لتطوير هذا القطاع تحديدا بعد 30 يونيو، اعتمد على الإدارة الرشيدة والحوكمة، وثالثا على القيمة المضافة، البحث الدائم دائما عن القيمة المضافة. أولا إنتاج يعني إنشاء هذا المجمع في الخطة هيوفر لحضرتك احتياجات السوق المحلي، هيقلل لك الاستيراد، هيفتح أسواق للتصدير، هيقلل ما يتم استخدامه من العملة الأجنبية، وبالتالي ده يعني حسن لحضرتك الميزان التجاري. الخطة كانت موضوعة الحقيقة، الدولة رصدت 19 مليار دولار لإنشاء مجمعين عملاقيين، أولهم هذا المجمع الموجود على مساحة الحقيقة في محور قناة السويس على مساحة 3.56 مليون متر مربع في الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية لمحور قناة السويس. وده أهم يعني يعتبر من أهم المشروعات التي في المطورة في هذه المنطقة، وإن شاء الله سيبدأ التشغيل الفعلي ليه عام 2024. الطاقة الإنتاجية هتصل إلى 2.7
طيب مليون طن من منتجات البتروكيماويه. دكتور وفاء، احنا برضو عايزين يعني نوضح للمشاهد بشكل ابسط عن اهميه هذا المشروع القومي، وازاي مصر ممكن تستفيد منه، وازاي هيعود بالنفع عليه وعلى اقتصاد البلد. هذه الشركه او شركه بيكتل الامريكيه، ازاي مصر ممكن تستفيد منها، ليس فقط في قطاع الغاز والبترول، ولكن كمان في قطاع النقل والتشييد والصناعة. وطبعا حضرتك عارفة احنا مشروعات قومية في كافة ربوع مصر، ازاي ممكن كمان نستفيد منها في تحلية المياه. انا عارفة انه هذه الشركة يعني بتعتبر من اهم الشركات العالمية في هذا القطاع. بشكل مبسط يا دكتور وفاء، ازاي ممكن مصر تستفيد من خبرات هذه الشركة؟ طبعا الشركة دي ليها باع كبير جدا في مصر، يبقى لها 50 سنة شغالة في مشروعات المصرية، ولها باع كبير في القطاعات اللي سيادتك ذكرتيها، ولكن في هذا القطاع تحديدا هي ليها خبرة واسعة جدا في، يعني اعتمدنا فيها على خبرتها في هذا المجال واستفدنا منها. ونخلي بالنا ان في حاجة مهمة جدا لازم نسأل نفسنا، لماذا جاءت هذه الشركات الى مصر؟ الشركات دي تحديدا عشان تيجي تستثمر عندك لازم يكون لديك مقومات، حضرتك ذكرتي منها بعض المقومات زي البنية التحتية والطرق والمحاور والمواني ذات المواصفات العالمية. كمان وجود وجودنا وسط كبار المستهلكين في العالم، وجود الممر الملاحي اللي يمكن حضرتك تطرقتي منذ لحظات عنه موجود عندنا. اولا في كمان حاجة مهمة جدا عشان الشركات دي تشتغل عندنا، لدينا متوافر الإرادة السياسية والقرار التنفيذي لمتخذ القرار الصادر منه على مستوى، يعني كل الشركات اللي بتأتي إلى مصر الرئيس السيسي بيبقى حريص على أنه يقابلها بنفسه، لأن القرار بيجي صادر من أعلى المستويات. الشركات دي لما بتيجي تشتغل في مصر هي لديها المقومات، لأن مصر الحقيقة عملت الهوم وورك اللي عليها. مصر بتشتغل مع الشركات دي بنظرية وين وين، فأنت حضرتك بتختاري صناعة تمثل قيمة مضافة. أنت لو استخدمت الغاز في محطات الكهرباء القيمة المضافة تساوي 1.5، أما استخدامها في صناعة البتروكيماويات هتساوي 12 ضعف، وهذا يساهم في ان هذا المشروع ان شاء الله عند بدايه انتاجه هيوصل رقم التصدير الى 8 مليار دولار، وهو يساهم برقم مهم جدا في الناتج القومي. وعايزين برضو يعني حضرتك لا نغفل ان المنتجات اللي بتنتجها هذه المشروعات بتكون المرتكزات الاساسيه للمشروعات التنمويه. ليه؟ لانها بتدي فرص عمل كبيره. المشروع ده هيدي مساحه من الفرص العمل، احنا يا فندم بنتكلم عن انشاء اكبر مجمع لبتروكيماويات في الشرق الاوسط، بالفعل في قناه السويس او في المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس اعتقد في العين السخنه. ف يعني دي اكيد مش بس هتوفر فرص عمل للملايين من الشباب، ولكن زي ما قلنا مصر تستفيد من خبرتها هذه الشركه، وهتعود بالنفع كمان على هذه المنطقه بشكل كبير. كمان في ترتيب عالمي، وهتحط احنا دخلنا فعلا نادي الكبار من اوسع ابواب في الطاقه، ونستعد ان نحتل رقم عالمي في صناعه البتروكيماويات. ولا ننسى ان لدينا مجمع اخر ان شاء الله في العالمين ضمن خطه الدوله 2035 باستثمارات تصل الى 8.5 مليار دولار. وتم مراعاه نقطه مهمه جدا يا استاذه خلود، ان اختيار هذه الاماكن تم الملاحظ ان تم اختيارها للمشروعات تم مراعاه بناء دراستها بدراسه دقيقه، تم مراعاه الاستفاده من كافه المقومات المتاحه بقربها من مصادر التغذيه سواء في العين السخنه في الجنوب والمناطق الموجوده في العالمين، وجود التسهيلات اللوجستيه ايضا. انت اقمتي ويسرتي كل اماكن الشحن والتداول والتصدير للمنتجات، ده بيؤدي لك الى تقليل التكاليف ويحقق الهدف الأسمى اللي انت بتسعي إليه في كل صناعة وكل استراتيجية بتعمليها، وهو القيمة المضافة. القيمة المضافة دي مصر دائما تبحث عنها، لأن مصر أصبحت بتأخذ بهذه النظرية في كل مشروع بتعمله. احنا كمان لا ننسى ان احنا كان عندنا في العام الماضي في شهر أكتوبر عندما افتتح السيد الرئيس مجمع مشترك للبتروكيماويات ايضا، الانتاج النهاردة يصل الى 4.7
من 10 مليون طن. ويمكن يا دكتور وفاء من الحاجات المهمة جدا، أنا أتذكر أنه عندما تم التعاقد على هذا المشروع كان محطوط في الحسبان أنه هيكون في منطقة سكنية للعاملين، هيتم تدريب العاملين على هذا المشروع، هيتم الاعتماد كمان على المكون المحلي في الإنشاءات، وده توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة. دكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد ومحلل أسواق الطاقة، بشكرك شكرا جزيلا.